مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم معنا الدرس الرابع من سلسلة دروس شهر رمضان الكريم. يعني أنا ترى دخلت السباق الرمضاني مع الام بي سي. كل يوم عنا درس خفيف لطيف، يعني بتحضر رامز، بتحضر مسلسلك، بعدين بتيجي بتحضرني. يعني مش ما تحضروا. يعني اليوم الدرس بيقول كيف نحكي إنها هي تقرأ القرآن الكريم. بتحكي she's reading the holy Quran. she's reading the holy Quran. هي تقرأ القرآن الكريم، هي تتلو القرآن الكريم، يعني تقرأ بتلاوة وتجويد. أحكي she is reciting the holy Quran. she's reciting the holy Quran. طيب، وقع الولد وركضت أمه وقالت له يا حبيبي يا عمري، ومسكت الولد وصارت تقرأ عليه قرآن. طيب بالحالة هاي لما أنت تقرأ القرآن غيبا وتقرأ ما حفظته من القرآن، شو بنحكي لها؟ بنحكي لها reading ولا reciting؟ بنحكي لها she's reciting the holy Quran. she's reciting the holy Quran، إنها تقرأ ما تحفظ من القرآن الكريم. هلا خليني أفوت قبل ما تبلش تمطر. باي باي، بشوفكم بكرة. شير، سبسكرايب ولايك على الفيديو، تمام؟ مش على الفيسبوك. سلام، باي باي.